بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، له الأسماء الحسنى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسماء الله عز وجل عظمى، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. أحصاها في عدها، وفي معرفة معنى كل اسم، وفي العمل بمقتضى كل اسم. دعونا في هذه الدقائق نتأمل في بعض أسماء الله التي جاءت في الصلاة، أي أنك إذا صليت أي صلاة تمر عليك هذه الأسماء، وفيه الدلالة على عظم أمر أسماء الله عز وجل وعلى هذه الأسماء التي جاءت فيها. أول كلمة يفتتح بها النداء إلى الصلاة: الله أكبر. الله أكبر، إذن تضمنت اسمان عظيمان: الله، والدلالة على اسم الكبير. في ابتداء الصلاة الله أكبر، تكرر اسم الله والدلالة على اسم الكبير. عشرات المرات تتكرر هذه الجملة وهاتان الكلمتان: الله أكبر، في كل ركعة. ألا يدل هذا على عظم أسماء الله أن كانت حاضرة في الصلاة وفي النداء؟ إذن يقودك هذا إلى أن تتأمل حينما تقول الله أكبر أن هذه دعوة لأن تقبل على ربك سبحانه وبحمده، لأنه المألوه الذي تألهه العباد، وهو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء سبحانه وبحمده. أوامره كبيرة، ونواهيه كبيرة، وجميع ما جاء به كبير، فهو الكبير سبحانه وبحمده. لاحظ حينما تفتتح في قراءة سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. الرب أي الخالق المالك المدبر المحيي المميت، رباك، أوجدك، خلقك، رباك. ألا يدل هذا على عظم التأمل في قوله رب؟ ثم تأمل في قول الله عز وجل: الرحمن الرحيم. إذن من أسماء الله التي تتكرر معك في كل صلاة في كل ركعة: الرحمن الرحيم. هي دعوة لمن عبد الله، لمن عبد الكبير، لمن عبد الرب سبحانه وبحمده، أن يبشر وأن يطمئن، فهو يعبد الرحمن الرحيم. ثم لاحظ في ملك يوم الدين: مالك يوم الدين. هي دعوة إلى أن الله عز وجل مالك لأيام الدنيا ولأيام الآخرة، فيقوده التأمل في هذا: ملك يوم الدين، مالك يوم الدين، إلى أن ربه الرحمن الرحيم هو يملك يوماً عظيماً العباد يدانون فيه بأعمالهم. وهنا الترغيب والترهيب: الترهيب لمن عصى الله ولمن لم يتعرض لرحمات الرحيم الرحمن، أن ربه يملك يوماً يدان فيه العباد بأعمالهم. وهو الترغيب لمن عبد الله عز وجل وتعرض لرحمة الرحيم الرحمن، أن ذلك اليوم العظيم ربه سبحانه وبحمده سيرحمه. لاحظ في ركوعك: سبحان ربي العظيم، تنزيه العظيم سبحانه وبحمده عن كل نقص. إن من نزه العظيم عن كل نقص فيه دلالة أن قلبه قد عظم العظيم سبحانه وبحمده. ويا ترى إذا استشعر المصلي في كل صلاة يصليها
وفي كل ركعة يقوم بها بقوله سبحان ربي العظيم، أنه يعبد عظيما، من عظمته أنه خلق السماوات والأراضين، من عظمه أن تقوم السماء والأرض بأمره، من عظمته أن أرسل الرسل وأن أنزل الكتب. إن هذا ليقوده في كل ركوع إلى أن يعظم الله عز وجل فيعبده. وحينما يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، إنه يعظم الأعلى سبحانه وبحمده. أسماء كثيرة جاءت في الصلاة وتأتي في الصلاة، جميل أن نستشعرها وأن نتأملها. والدرس العام المستفاد من هذا كله أن وجود أكثر من اسم يقوله العبد في صلاته من أسماء الله دلالة على عظم أمر الصلاة، وأنها تدعو إلى تعظيم الله عز وجل. إذن إذا أقبلت على صلاتك تأمل أسماء الله عز وجل في صلاتك، وأبشروا 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 يا عباد الله، فإنه قد جاء في الحديث أعددت لعبادي من المؤمنين الصادقين المتقين ما لا عين رأت، أي في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وإياكم.